اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بضيوفي الكابتن وليد وصفي مدير قطاع الناشئين ومدير فني 2003. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك. منورنا. الف مليون مبروك. الله يكرمك حبيبي. معايا الكابتن طبعا احمد ياسر عبد العزيز، لاعب الفريق وكابتن الفريق واحسن لاعب في سنه ما شاء الله. اهلا اهلا بيك يا ابو حضرتك. منورنا والف مليون مبروك على لقب الفريق ولقب الخاص بتاعك. اعزائي المشاهدين، يمكن بستاذن ضيوفي، احنا جهزنا تقرير عن الفريق ورحلته، نشوف التقرير وارجع لحضراتكم. شباب كرة الماء بالأهلي يهيمنون على بطولة الجمهورية للعام الثاني على التوالي. لا صوت يعلو على صوت أبناء النادي الأهلي في قطاع السباحة وكرة الماء، وذلك بعدما وصل أبناء قطاع ألعاب الماء في النادي الأهلي تحقيق النتائج المتميزة والتربع على القمة، وهو ما يعكس المجهود الكبير الذي يقدمه جهاز كرة الماء بالقلعة الحمراء، خصوصا في قطاع الناشئين بقيادة الكابتن وليد وصفي. انعكس ذلك بوضوح في تفوق فريق شباب كرة الماء بالقلعة الحمراء مواليد 2003، بعدما تمكنوا من إضافة سطر جديد من سطور المجد الرياضي لقطاع كرة الماء بالقلعة الحمراء، بعدما نجح نسور الأهلي في التحليق عاليا فوق ربوع الجمهورية بالحفاظ على لقب بطولة الجمهورية للعام الثاني على التوالي بالعلامة الكاملة ودون خسارة على مدار مشوار الفريق في البطولة. نجح نجوم القلعة الحمراء أثناء رحلة الدفاع عن لقبهم المفضل بطولة الجمهورية في الحفاظ على سجلهم خالي من الهزائم، والبداية بالتغلب على فريق الصيد والجزيرة، ثم نجح نسور الأهلي في التغلب على هيئة قناة السويس والزمالك والشمس والمعادي و6 أكتوبر، ثم تخطى سموحة قبل التغلب على سبورتينج في المباراة النهائية بنتيجة 5-4، لينجح نسور الأهلي في التتويج باللقب للعام الثاني على التوالي، ليرسخ شباب كرة الماء بالنادي الأهلي حقيقة أن البطولة والمركز الأول هو العنوان الأبرز للنادي الأهلي في مختلف الألعاب وخاصة كرة الماء، في إنجاز لا يقوى على تحقيقه إلا أبناء القلعة الحمراء وكتيبة العمل الفني والإداري التي لا تكل ولا تمل في الاجتهاد من أجل الحفاظ على ريادة الأهلي في كرة الماء تحت قيادة وائل عزت مدير جهاز ألعاب الماء ونائبه محمد فاضل ومدير الجهاز محمود حسن ومدحت فرج مساعد مدير الجهاز وليد عزت مدير فني وليد وصفي مدير قطاع الناشئين باسم زنهم مدرب حراس مرمى سامح العشري إداري خالد بن عيسى محلل أداء أحمد سمير علاج طبيعي وطبيب الفريق الحسن محمد. الإنجازات التي لا تتوقف لأبطال كرة الماء بالنادي بمختلف فروعها وأبطالها عبر كافة المراحل السنية يعكس مدى اهتمام مجلس إدارة القلعة الحمراء بالقطاع وتوفير كافة السبل لمواصلة تربعه على القمة ورفع راية النادي الأهلي عالية في مختلف المنافسات المحلية والإقليمية والدولية.